الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله والقائل أنا جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ سبحانه وتعالى هدى قلوبنا للإيمان وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين وأعاننا على طاعته وحذرنا من معصيته وأعد لنا الجنان كرما ورحمة منه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والمصطفى من خلقه
أرسله على فترة من الرسل وجعله كافة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ففتح الله بدعوته آذانا صما وعيونا عميا وقلوبا غلفا، فمكن بجهاده لراية التوحيد وجعل رسالته حجة على الناس جميعا إلى يوم الدين. فالصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في الإسلام، نبدأ رحلتنا العلمية الأكاديمية الأولى في هذه اللحظة مع كتاب العلامة والداعية الهندي أبي الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ مشكلة البشرية عندما تنحرف عن طريق الله وعن عقيدة التوحيد، فتتخذ من البشر آلهة تعبدهم من دون الله، وتلتزم بعادات وتقاليد تتنافى مع عظمة الله وألوهيته وربوبيته. مؤلف وكتاب وقضية، هذا هو مستوى المسلمين في عالم الغرب، مستوى البحث الأكاديمي والدراسة المتعمقة الواعية والتفكير والتدبر والحوار والمناقشة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إخوة الإسلام، في الأربعينيات كان الداعية والعالم والمفكر الهندي أبو الحسن الندوي من عائلة شريفة يرتفع نسبها إلى الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة الكتاب يتكلم الداعية المصري أحمد الشرباصي عن شخصية المؤلف، قامت أمه بتعليمه وتربيته وتنشئته وتحفيظه القرآن وإطلاعه على حقائق اللغة العربية وعلى مبادئ الأخلاق الإسلامية. مفكر وداعية ينشأ في شبه القارة الهندية في عصر انحسار موجة الحكم الإسلامي وامتداد الحكم البريطاني والفرنسي في أرجاء العالم، وهنا يبحث عن الإجابة. إن عبادة البقر في الهند لم تحل مشاكل الفقر ولا التفرقة العنصرية ولا التخلف ولا اضطهاد المرأة. إن العبادة النصرانية التي جاءت بها القوى الفرنسية والبريطانية لم تستطع أن تقدم شيئا، فبدأ يبحث عن الحل. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ هذه هي شخصية المؤلف الذي نشأ في معاهد العلم في شبه القارة الهندية. طبع الكتاب إخواني في سنة 50 أول طبعة باللغة العربية، ثم ترجم إلى اللغة الإنجليزية بعنوان Islam and the World، ثم ترجم إلى اللغة الأردية. أراد أبو الحسن الندوي أن يخاطب المتكلمين باللغة العربية، سواء ولدوا في الجزيرة العربية أو في بلاد الشام أو في شمال إفريقيا أو في القرن الإفريقي والصومال وإرتيريا أو في كردستان وتركيا. إنما العربية باللسان، ألف كتابه باللغة العربية أولا لينبه تلك الفئة التي نامت وتخاذلت وتراجعت، ليقول لهم: أفيقوا أيها الناس واسمعوا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام مبينا الاضطراب الذي يجري في العالم:
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة في الاعتقاد وفساد في السلوك والشرائع والمصالح. مرض الإيدز فساد في الأرض كبير. انتشار المخدرات والخمور والإقبال على الانتحار فساد كبير. التوسع في الفاحشة الجنسية وانتشار الطلاق واللقطاء والأبناء غير الشرعيين فساد كبير. افتقاد العدالة في توزيع الثروات بين الناس. أن تأتي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول العالم إلى إفريقيا وآسيا تمتص الثروات وتصدر إليهم العفن والفساد، ذلك هو فساد كبير. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم أسفلها. هذا هو واقع العالم اليوم. فئة تعرف الإيمان والإسلام والعقيدة والتوحيد وهي على نور وبصيرة من ربها، وتعرف أحكام الإسلام وحدود الإسلام ومبادئ الإسلام وقواعد الإسلام، وفئة من الغافلين أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهنا يأتي هذا المشهد، هذا الشكل التصويري الذي يقدمه لنا نبينا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أمة الإسلام أفيقي، كفى تسابقا على الدينار، كفى تخاذلا أمام المرأة، كفى ضياعا أمام الطغاة، كفى تفرقا وشرذمة. يا أيتها الأمة استمعي، مثل القائم في حدود الله، مثل الجندي الساهر المتدرب اليقظ المستعد للتضحية وللتوجيه وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه فرقة وجماعة. ومثل الواقع فيها مثل المفرط والمهمل والمداهن والمتخاذل والمرقع كمثل قوم استهموا على سفينة، مجموعة طلع في رحلة فركبوا في سفينة، قالوا احنا عدد كبير نعمل قرعة، فعملوا قرعة، قسم أخذ سطح السفينة وقسم أخذ أسفل السفينة. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. هنا بتبدأ الشلفطة والشحططة التي تجري في واقع الأمة الإسلامية. أبو الحسن الندوي عندما نشر كتابه في سنة 50 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، بعدها بدأنا نسمع النغمات عن الصحوة الإسلامية، عن البعث الإسلامي. وإنني أتساءل ولا زلت أشعر أن اسم هذا الكتاب وأن عنوانه قائم بكل الحقيقة المرة في واقع العالم وفي واقع الأمة الإسلامية هو انحطاط لهذه الأمة. يخدعونك ويقولون الصحوة الإسلامية. عندما يعتقل الشباب في مصر ويعدم الدعاة ويحكم بغير دين الله فأين هي الصحوة؟ عندما تطوق الثورة السودانية وتمنع من تطبيق شرع الله ويحاربها المتمسلمون من الحكام الظلمة فأين هي الصحوة؟ عندما يمنع المجاهدون في أفغانستان من اقتطاف ثمرة الجهاد طوال 15 سنة ولا يدخلون كابول ويوقع الفساد فيما بينهم فأين هي الصحوة؟ عندما يشرد الشباب في الجزائر ويأتي علي كافي بعد مضياف وبعد الشاذلي بن جديد وبعد موبديا فئة من المفسدين في الأرض من العلمانيين من تلامذة الغرب فأين هي الصحوة الإسلامية؟ عندما يذبح المسلمون في طاجكستان وتتلون الأنهار بلون دمائهم الأحمر فأين هي الصحوة الإسلامية؟ يا جماعة بزيادة تسييف وخداع
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انتوا فاكرين لما نفتح مسجد ندفع فيه 13,000 جنيه في الشهر هو صحوة إسلامية؟ ده بكش، ده دجل. الصحوة الإسلامية عندما يعود المسلمون كما وصفهم رب العزة وخالقهم سبحانه وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ده بيتخدروا الشباب، يقول لك صحوة إسلامية. صحوة إسلامية ما فيش عالم ولا داعية يستطيع أن يتكلم وينتقد نظام حكم في بلاد المتمسلمين إلا إذا أخذ تصريح من الدولة وتقول لي صحوة إسلامية إذا اعتبروا الملك الحسن الثاني أمير المؤمنين وفهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وصدام حسين مجدد الدعوة الإسلامية، إذا كانت شلة الحسالة من حكام الأمة الإسلامية الآن تتنازع على ألقاب زائفة ثم نقول صحوة إسلامية؟ صحوة إيه يا جماعة؟ خلوها في سيركم، طباعت شوية كتب وعمل شوية محاضرات وافتتاح شوية مساجد، هذه لا تسمى صحوة. تسمى صحوة عندما تنتزع هذه الأمة موقع القيادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى نحن، حتى أنا الذي أتكلم أمامكم الآن، ما هو الذي يدور في قلوبنا؟ مع من نعيش؟ مع الشهرة؟ مع حب الرياسة؟ مع الرياء؟ مع غيره؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في قلوبهم. ابحثوا إخواني في مسجد التوبة، ابحثوا في قلوبكم بينكم وبين الله، أهو الدينار؟ أهو مكاسب الدنيا؟ أهو حب التسلط؟ أما الذي يجري في واقعنا الآن؟ نرجع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المجموعة يا إخوة اللي في سطح السفينة أرادت أن تخبص، أن تهرج، بتفتي على طريقتها، تعارض نصوص قاطعة في الكتاب والسنة بفتوى شيخ أو عالم ورأي شخصي. قال لك إحنا بدل ما كل شوي نطلع من قاع السفينة إلى سطحها ونستقي من الماء، لا، إحنا وين ابنك يا جحا؟ بلاش نعمل وين ابنك يا جحا، نعمل هيك وين ابنك يا جحا، نخزق السفينة. طيب هذه الفتوى، شايفين حسني مبارك عندما ألا مبارك عندما يستعبد الشعب المصري ويفرض عليه الفاحشة باسم السياحة بيقول لك مصلحة المجتمع. كلمة المصلحة بيع بها الدين وبيعت فلسطين وتآمروا على القدس وحطموا الشريعة ولعبوا بالعقيدة باسم المصلحة. والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا هو الأصل في الموضوع. هذه الفتوى طرأت للناس، قال لك كل شوي نطلع من قاع السفينة لفوق وتصير مشاكل، خلينا نخرق نثقب السفينة ونأخذ الماء. أيجوز هذا الأمر؟ أيعقل؟ فيقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هو هذا باختصار موضوع الكتاب. الشيخ أبو الحسن الندوي في تلك الفترة وعن قيمة هذا الكتاب، وأحضرت إخوانا 6 نسخ اللي وجدتهم في المكتبة هدية، من أراد بعد الصلاة أن يقتني كتابا ويقرأ أهو تلحقوا نفسكم بعد الصلاة والكتب موجودة هنا. الشيخ أبو الحسن الندوي إخوة بيتكلم في قضيته وأهمية الكتاب هذا وحلاوته في نفسي وفي تفكيري، والسبب اخترناه اليوم في البحث الأكاديمي لسببين. السبب الأول إنه مراجعة عالمية تاريخية لواقع البشرية. الكتاب متكون من 5 فصول. الفصل الأول الجاهلية، أحوال العالم قبل الإسلام، اليهودية وانحرافها، النصرانية وانحرافها، البوذية وفسادها، كل الأديان والحضارات في العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعانيه الناس. والفصل الثاني يتكلم عن ظهور الدعوة الإسلامية ونزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبداية التغيير. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة،
اصطبغوا بصبغة الإسلام في دعوتكم، في تخطيطكم، في صناعتكم، في اقتصادكم، في سياستكم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الفصل الثاني يتكلم كيف بذغ الإسلام، كيف الإقناع، كيف المحبة، كيف استجلاب القلوب قبل أن تكون السلطة والسيف والعقوبات والحدود. ثم يتكلم عن التاريخ الإسلامي في صعوده وهبوطه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفي الفصل الرابع يتكلم عن الرينيسانس، الميديفال ايجز هنا في أوروبا، عن عصر النهضة، ماذا قدمت أوروبا. وإحنا عندنا زوار، ولما بروح يا إخوة عند الدنماركيين أقول لهم بدون مواربة، إن الله تبارك وتعالى أعطى أوروبا فرصة امتدت إلى 3 قرون، ولكن أوروبا أخفقت أن تقود العالم، وعلى أمة الإسلام أن تنهض مرة أخرى وتقيم موازين العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقولها للأوروبيين بصراحة، إن أوروبا أعطيت 3 قرون وأكثر من الزمان، ولكنها ما استطاعت أن تقدم للبشرية شيئاً. فيا إخوة الإسلام، قيمة هذا الكتاب أيضاً لأنه الفصل الأخير بيتكلم الشيخ أبو الحسن الندوي عن النهضة الإسلامية الحديثة، عن قواعدها وأصولها العامة، وعن دور الناطقين باللغة العربية، عشان ما فيش واحد كردي يجي يزعل مني بعد الخطبة ولا واحد من أرتيريا، إنما العربية باللسان. يا أخي يوم ما بتتكلم عربي أنت صرت مثلي. وكم من إنسان يتكلم العربية هو فاسد مفسد في الأرض متآمر على مصالح المسلمين. فهو يتكلم عن دور الناطقين باللغة العربية في البعث والنهضة الإسلامية الجديدة. من خصائص هذا الكتاب إخواني، واللي قرأ منكم بالدعوة وعرف مشاكلها، هو فرض الوصاية. هي فرض الوصاية على الناس أجمل من في طريقة تفكير أبو الحسن الندوي. ما بيغسل لك مخ، ما بيقولكش تعال بايع جماعتي، وإذا مشيتش من ورايا من مات وليس في عنقه بيع مات ميت جاهلية. هذه المزايدات اللي في الساحة، كل 5 بيجتهدوا اجتهاد عايزين يطوقوا الأمة الإسلامية ضمن اجتهاد. والمصيبة إيه؟ يقولك أنا الصح وغيري غلطان، أنا الفئة الناجية وغيري الفئة الهالكة. من وين جبتوا هذا الكلام؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كل حزب بما لديهم فرحون. في قواعد يتفق عليها المسلمون وهنالك أبواب الاجتهاد. فإذا كانت هناك جماعة أو داعية أو حزب أو فئة لم تستطع إلى الآن أن تفرق بين أصول الإسلام المتفق عليها وعلى قواعده القطعية النصية وبين أمور الاجتهاد، فهي جماعة وحزب وقيادة لا تصلح لقيادة الأمة الإسلامية. فميزة الشيخ أبو الحسن الندوي أعطي لك الباب مفتوح للي بيسموه الاقتراح والمشروع الإسلامي. بقولك أنا بفتح لك مخك، أنا بقدم لك المعلومات، روح فكر في البيت، روح اجتهد، روح خطط وضع أيديك في أيدي الناس وسر على بركة الله من أجل النهضة بالأمة الإسلامية. إخوة الإسلام، هذه الأمة قال الله عز وجل في نبيها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم مبينا أسباب الصعود والانحدار في الأمم فيما رواه سيدنا خباب رضي الله عنه وأثبته أصحاب السنن بروايات متعددة، يقول خباب: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، قالوا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، وإني سألت الله فيها 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلك أمتي بسنة، يعني بمجاعة، في مجاعة في الصومال، في بيبعتوا شوية قمح، أمريكا بتعمل المسرحية اللي انتوا عارفينها. وأنا أتمنى يا إخوان اليوم أن تكون في قيادة إسلامية فاهمة الصراع الدولي. والله وأقسم لكم أمريكا مرتبكة، وأوروبا مرتبكة، وروسيا مرتبكة، والصين مرتبكة، واليابان مرتبكة، والله
لو أن قيادة إسلامية في أي بلد أشعلت نيران الثورة الإسلامية الآن لتغير واقع الأمة. لن تستطع هذه القوى العظمى في تضاربها أن تتحدى الأمة الإسلامية بهذه الملايين العديدة. بل دعوني، وقد نسيت أن أذكر لكم إخوة، إحنا بنتكلم عن المؤلف والبيئة اللي نشأ فيها. في سنة 932 هجرية دخل ظهير الدين محمد بابر شاه إلى دهلي، وهو من سلالة تيمور لنك من المغول المسلمين. وبدأ في هذا التاريخ 932 هجرية الموافق ل 1526 ميلادية بداية الدولة المغولية أو التيمورية في الهند. وكانت من قوتها ومن عظمتها ومن أوجاد أمجادها أن الملك جيمس الأول، كما يقول جوستاف ليبون في تاريخ الهند، في حوالي سنة 1600 يرسل ملك بريطانيا جيمس الأول مندوبا إلى الهند لمقابلة حفيد بابر شاه الإمبراطور الإسلامي العظيم في شبه القارة الهندية، وينتظر الرسول عامين فلا يؤذن له بمقابلة جيهان كير حفيد بابر شاه وإمبراطور المسلمين في شبه القارة الهندية. وعندما يتظلم مبعوث الملك جيمس الأول ملك بريطانيا يرد عليه جيهان كير ملك المسلمين في شبه القارة الهندية فيقول له: إن مما لا يناسب مكانة ملك مغولي مسلم أن يكتب رسالة إلى سيد جزيرة صغيرة يسكنها صيادون بائسون. سنة 932 هجري ماذا حدث بانحطاط المسلمين؟ بعدها إخواني 332 سنة ميلادية أو 342 سنة هجرية يدخل الجيش البريطاني الهند، وذلك بالضبط في سنة 1858 1800 في وسط القرن التاسع عشر، ويطرد آخر الملوك وقادة المسلمين في شبه القارة الهندية، ويعلن إلغاء الشريعة الإسلامية وإعلان الاحتلال البريطاني. في هذه البيئة يشعر أبو الحسن الندوي بالحسرة، يشعر بالحرقة في القلب، يشعر باللوعة بالفؤاد. اليوم الشاب بيجيني بيعمل لي طرزان في مسجد الدوم، طب روح حج بمراتك انت عامل لي طرزان يا شيخ بلا خيبه، اسلام يوم فاق ايه؟ اين هو التمثل بالاسلام؟ اذا كانت البيوت خاربه اتريد ان تعرض الاسلام على هذه الامه؟ اذا كنا نتسابق على الربا وعلى الغش وعلى غيره من اسباب التحايل، نروح ننظف بيوتنا كما يقول المثل: ان كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجاره. مش هو هذا الواقع اللي احنا بنعيش فيه؟ لذلك هذه البيئه يا اخوه، بيئه الهند كان فيها امجاد. الشيخ محي الدين الالواحي له الدعوه، كتاب الدعوه الاسلاميه وتطورها في شبه القاره الهنديه، بيحكي: انتم ما بتعرفوش الهند يا اخوه، في الاربعينيات لما بدا الجهاد ضد الاستعمار البريطاني، انتم عارفين اقبال الشاعر الهندي ومحمد علي جناح، كانوا عاملين ائتلاف سياسي زي ما الان بتعمل الجماعات الاسلاميه ائتلاف مع الشيوعيين والقوميين، سمك لبن تمر هندي. اخواننا في الهند اللي ننظر اليهم نظره ازدراء، والله كان عندهم مفهوم المفاصله والولاء والبراء اوضح. انتم عارفين اقبال شاعر الهند ماذا قال لغاندي؟ قال له: يا سياده الزعيم، ان يجب علينا ان نفترق الان. قال له: يا مستر اقبال، شو اللي صار؟ ايش اللي مزعلك؟ قال له: يا مستر غاندي، أنتم تعبدون البقرة ونحن نذبح البقرة في عيد الأضحى، ما شاء الله بنطلع ندرك صلاة العيد على الخرفان، لازم الحرمة هتعمل مشكلة في البيت إذا زوجها ما جابش الخروف على كتفه، وما عليه همك في صلاة العيد وفي شعائر الإسلام، ده بروص.